واش الدراري كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. المهم دابا نتلاقى مع الدراري ونشد الطريق ان شاء الله لخني فران لعيون ام الربيع. للاسف الدراري فاش وصلنا هنا ما خلاوناش ندخلوا المطار، قال لك ممنوع باش يدخل شي واحد لداخل. واخا لقينا بزاف تاع الطوموبيلات تاع الكوار داخلين وهادي، وانا قال لك ممنوع انك تدخل لا موطور ولا طوموبيل. ما ماشي كيف ديما كنا كندخلوا كتقدر انك تاخذ صور زوينين وفيديوهات لداخل زوينين. فاكتفينا اننا حطينا المطار هنايا ودخلنا حتى لداخل تغدينا دغيا وحنا نرجعوا صافي. يعني ما ماشي بحال السنين اللي فاتت ولا كتدخل موتور عادي كتدخل كتصور حتى لقى وصافي. المهم ما كاينش ديك الاجواء الزوينين، عاد زد عليها اللاك ولا ناقص من الماء بزاف ما بقاش كيف ما كان.